السلام عليكم. اليوم عندنا هاد الفطائر هادو المبتكرة اللي حاولت ما امكن نخدم عليهم من ناحية لوغو ومن ناحية الكريمة ديالهم تجي خفيفة. يعني هاد الفطائر هادو راه كيجيو خفاف بزاف. جربوهم وردوا عليا الخبر. تقدروا ديروهم في البروجي ديالكم، تبيعوا وتشريوا فيهم ان شاء الله. وثمن البيع هادو راه كيبدا من 4 دراهم وانت غادي حتى 5 دراهم، يعني 3 دراهم حتى 5 دراهم على حساب صغر الحجم والامور. هادشي اللي كاين، نتمنى يعجبكم ان شاء الله. تابعوا الفيديو حتى النهايه وما تنساوش اللايك والبارطاج كيف ديما. شكرا لكم بزاف ومرحبا بكم. قبل ما ابدا الفيديو بغيت نقول لكم بان الخلاط الكهربائي الالماني كلاترونيك اللي تصنف الاقوى في العالم متوفر عندنا في المتجر ديالنا بثمن 290 درهم والليفريزون غراتوي يوصلك حتى للدار. هذا الخلاط هذا اللي كيتعتبر الاقوى في العالم. سمعوا معايا السرعات ديالو، فيه 5 سرعات تبارك الله، المورانغ الكريم شونتي اي حاجه راه يضربها لك ويطلعها لك في ثواني معدوده ما شاء الله. اللي بغى يتواصل معنا على هذا الرقم هذا نخليكم مع السرعات ديالو تسمعوهم ونفوتوا الفيديو. بالنسبه للمقادير، اول حاجه غنصايبوا واحد لاباطا بريوش سبيسيال، عندنا فيها 600 غرام ديال الدقيق اي ما يعادل 6 الكيسان تاع الدقيق. عندنا 3 البيضات، نقدروا نديروا غير 2 بيضات ماشي مشكل. عندنا 100 غرام ديال السكر اي ما يعادل 5 المعالق كبار عامرين سكر. عندنا 150 غرام زبده الاكل اللي كندهنوا بها الخبز، 150 غرام. عندنا واحد نقدروا نديروا غير 100 غرام، هنا كنلعبوا على حساب البيض والزبده على حساب التشبع ديال العجينه باش ما كنزيدوا هاد المكونات هادو، يعني ما نفوتوش هاد الكميه اللي قلت، غتكون العجينه اكثر سبيسيال. نقدروا نكتفيو غير ب 100 غرام تاع الزبده وجوج بيضات، اولا نديروا كما درت 150 غرام تاع الزبده وثلاثه البيضات. عندنا ايضا 10 غرام ديال الفاني، يعني ساشيه يا اما ساشيه تاع سكر فاني او جوج يعني على حساب لوغو اللي بغينا، اولا نديرو معلقه صغيره تاع البودر اللي عندنا بودر في الدار. عندنا 20 غرام ديال الخميره العجن، 20 غرام 15 حتى 20 غرام. وعندنا واحد قشره ديال الحامضه، حامضه كامله كنحكوا القشره ديالها. وعندنا 10 غرام ديال الملحه، 10 غرام ديال الملحه هي معلقه صغيره ما عامراش بزاف. هذا ما كان، هادو هما المكونات ديالنا. دابا ان شاء الله غنبداو العجن بسهوله، سواء كانت عندكم عجانه ولا ما عندكمش في طبسيل ولا. كنديروا الدقيق، كنديروا قشور الحامض، كنديروا السكر، تقريبا كنديروا جميع المكونات. هانتوما درت الملحه، الفاني راه مخلطها مع السكر اصلا، وعندي البيض كنديروا البيض حتى هو ان شاء الله، كنديروا ايضا الزبده ان شاء الله، وكنديروا الخميره في النهايه، وكنضيفوا شويه الماء. كنعجنوا بالماء دافئ، نقدروا نعجنوا بالحليب اولا الماء، انا هنا عجنت غير بالماء ان شاء الله. الماء يكون شويه مدفي باش بسهوله تخمر لنا العجينه ديالنا. كنبقاو نضيفوا الماء شويه بشويه. هنا ملاحظه ناكد لكم عليها، في العجينه في حياتك كامله وقت ما شفتي العجينه فيها الزبده ما تضيفش الماء دقه واحده، اولا ما تضيفش الماء يعني بسرعه، ضيف الماء شويه بشويه حيت الزبده كتطلق باش ما كتعجن العجينه كتطلق الزبده، وباش ما كيرطب العجينه كترطبوا الزبده. الا بقينا نضيفوا الماء بالجهد غنولي نحصلوا على عجينه سائله وهذا مضر. نقدروا ديك الساعه تولي خصنا نضيفوا ثاني الدقيق ونضيفوا المكونات كامله وحنا رونا العجينه ديالنا. دائما فيما تشوفوا الزبده في العجين بقاو ضيفوا الماء شويه بشويه وتخليوا العجينه تعجن، تتاكدوا بان واش الماء خاصه عاد نضيفوه. هانتوما كنعجنوا العجينه ديالنا مزيان. السر ديال البريوش سبيسيال تاني هو العجن مزيان يتعجن، باش ما تعجن باش ما كان مزيان، وباش فاش يتعجن مزيان خصو ما يكونش يلصق. واخا يكون رطب، هنا راه العجينه ديالي رطبه، ولكن باش ما تعجنش باش ما بقاش تلصق. هذا ما كان، ردوا معايا البال التكستور ديال العجينه. ها هي فاش عجنتها غادي نخليها ان شاء الله في واحد لابول اولا واحد الجبانيه يرتاح واحد نص ساعه عاد نجيو نخدموه ان شاء الله. كنغلفوه بسلوفان وكنخليوه يرتاح ان شاء الله مده نص ساعه، يترايزا يعني يترفع يطلع يخمر شويه.
بعد ما دازت نص ساعه ان شاء الله كناخذ العجينه ديالي كنبدا نقطعها ان شاء الله، كنخرج منها الحبات اللي غيكفيوني نفس الحجم ونفس هذا بحال كنصايبو في الشفنج. بهذه الطريقه هذه كنزيروها في اليدين وكنخرجوا الكرات ديالنا بكل سهوله ان شاء الله بحال هكا. هذا ما كان هانتوما ردوا معايا البال. بعد ما خرجت الكرات ديالي كنقادهم مزيان باش يجيو مقادين ومفينين وكنستهم ديريكتوم في الطاوة ديال الطياب ان شاء الله الرحمن الرحيم. شوفوا معايا مزيان كنسرحوهم بهذه الطريقه هذه كنقادهم. شنو كندير هنا؟ كنحاول ما امكن نقادها ونعطيها شكل دائري متساوي ونحطها في الطاوة مباشره. واخر حاجه كنخليوها تخمر. السر ديال اي معجنات، اي معجنات في حياتكم غديروا شي معجنات خليوها تخمر باش ما خمرت باش ما تجي مفشل داخل ومزيانه. هادشي اللي كاين. خد ما خليتيهاش تخمر طيب ثاني جا غتجي قاصحه. دابا نصايبوا واحد الكريمه اللي غنديروا للبريوش ديالنا. هاد الكريمه هادي يعني خفيفه بزاف، خدمت عليها من ناحيه لوكو ومن ناحيه انها تجي خفيفه بزاف. شنو في هاد الكريمه هادي؟ كنديروا مثلا انا عندي هنا واحد 200 غرام ديال الكريم شونتيي، 200 غرام ديال الكريم شونتيي غنديروا لها 100 غرام تاع الجبنه. يعني هادشي باختصار بدون تعقيد الكميه الجبنه اللي غنديروا، غنديروا الدوبل ديالها تاع الكريم شونتيي. ونقدروا نديروا غير الكريم شونتيي البودره اللي كيتباع في المحلات، هو نقدروا نخلطوا غير بالحليب وفعوض ما نديروا هاد الكريمه سائله اللي غاليه شويه نديروا كريمه بودره. هنا شنو غندير؟ اول حاجه والفاني، وعندي ايضا الفانيل التنسام. خليوني دابا نخدم معكم الكريمه باش تشوفوا كيفاش كتخدموها ونشرح لكم حتى البودره كيفاش ديروا لها. كنديروها بسينه، الا كانت بودره غنديروا بودره والحليب ديالها ونبقاو نطلعوا فيها. الا كانت سائله هكا كنديروها، الا فيها السكر ضروري ما ديروا لها السكر. مثلا درت 200 غرام تاع الكريمه ندير لها واحد 60 غرام تاع السكر، يعني 3 المعالق كبار عامرين سكر حتى الاربع، فهمتي؟ هنا كنشد الكريم شونتيي ديالي كنطلعها فيها لوغو تاع الفاني دابا، وكنضيف عليها الجبن. الجبن ديالي سواء كان فيلادلفيا اي جبن كتبغيوه، حتى الا كان مالح يكفي اننا نكثروا السكر الكريم شونتيي وغنغطيو على الملحه، فهمتي؟ هنا عندي انا قلت لكم 200 غرام تاع الكريم شونتيي، 100 غرام تاع الجبنه، درت انا فيلادلفيا اللي ما مالحاش. من الاحسن ديروا جبنه ما مالحاش، الا كنتو غديروا مالحه كثروا السكر. ودرت الفاني وميكسيت كلشي وحصلت على هذه الكريمه هذه اللي كتشوفوها هنا. بعد ما خمر البريوش ديالنا سبيسيال كندوريوه بالبيض، بيضه كامله كنضربوها شويه كديروها في جبانيه وكنبقاو هذا ندوريو بها ان شاء الله باش نحصلوا على داك اللون براون قوي ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكندخلوا البريوش ديالنا مباشره بعد ما خمر عاد دوريناه كندخلوه للفران. كنديروه في الفران 180 درجه مدة 20 دقيقة غتكون طابت إن شاء الله. اللي عنده فران ديال الغاز يدير عافية مهيلة لتحت وبلا ما يشعل الفوق، تطيب من التحت يهبطها لتحت ويخليها طيب إن شاء الله ولا يشعل الفوق ديريكتومون ديك الساعات. هذا ما كان بالنسبة للطياب. بعد ما طاب البريوش ديالي خليته تا برد، يعني تا برد، عاد كنديروا هذه العملية هذه كنقطعوا منه هذا المورسو هذا هذا المثلث هذا وناكلوه. هذا المثلث كلوه بالصحة والراحة. الا درناه سخون وكنديروا له الكريمه لهاد البريوش هذا شنو غيطرى؟ غيذوب الكريمه وغنحصلوا على واحد النتيجه كارثيه. عليها كنخليو البريوش ديالنا تا يبرد تا يبرد يطلق السخونيه، عاد كنديروا هاد العمليه هادي ديال نعمروه بالكريمه، فهمتوا؟ هادشي اللي كاين. هانتوما الكريمه ديالي اللي حصلت عليها، صايبتها قبيلات وخليتها في الثلاجه، خرجتها دابا طربتها شويه وكنبدا دابا نايطالي فوق من الكريمه. كندير واحد الكميه تاع الكريمه مناسبه. شوفوا معايا مع داك التقطاع الكريمه جات مناسبه للبريوش، يعني ما غتكهمكش ما غتحسش بان البريوش عامر كريمه. واحد الكونتيتي تاع الكريمه درنا هنا مناسبه. شتو التقطاع كي درنا ليه؟ كان ايطاليوه مزيان، كنجيوه مفيني مع داك الدائره، يجي مفيني تقول ما يبانش بان راه فيه الكريمه، يبان بحال شي حاجه بيضه في داك الوسط وما يفهمش الواحد اللي شافها كي درتي لها، فهمتوا؟ هاد الكريمه كما قلت لكم راه تجي خفيفه. الكونتيتي مثلا درنا 100 غرام تاع الجبنه غنديروا لها 200 غرام تاع الكريم شونتيي. كنطلعوا الكريم شونتيي ديالنا بالسكر ديالها وبالفاني ونضيفوا عليها الجبن ونضربوا مزيان فقط. هانتوما كان ايطاليو مزيان وكنقادو وكنحطوا البريوش ديالنا هكذا حتى كنساليو كاع البريوشات ديالنا باذن الله. واهم حاجه هو حاولوا دائما تفينيو الكريمه ديالكم مع البريوش باش يجي داكشي تريليس، ودوك الجوانب اللي كيخرجوا تقدروا تحيدوهم غير بالصبع ديالكم بهذه الطريقه هذه
وتنقيوها ان شاء الله باش تخليو الديكور يبان مزيان ان شاء الله. بعد ما سالينا كنرشو عليهم شويه السوك كلاس بهذه الطريقه هذه باش نعطيو هذاك اللي فيه ديال بحال الثلج وكتجي واعره بزاف. عرفتي هاد البريوش هذا ولا هاد الفطائر هادو راه شي حاجه بنينه بزاف، ما تشبعوش منهم والله ما تشبعوا منهم، حاجه مزيانه بزاف. انا غنخلي لكم لا ريسيت في الوصف كامله مكتوبه، حتى من السكر اللي غنديروا الكريم شونتيي والمسائل كامله كلشي غتلقاوه في الوصف. نتمنى ان الفيديو يعجبكم، ما تنساوش تبارطاجيو وخليو تعليقاتكم كيف ديما. شكرا لكم بزاف، نتلاقاو في فيديو اخر باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله.